هي الوقفة في إطار التضامن مع الشجرة. لماذا احنا كنشوفوا التغييرات اللي ولات واقعة عندنا في البيئة المحلية ديالنا الاتجاه نحو زرع النخيل الرومي اللي هو في الأساس ليس له فائدة بحال الشجرة اللي كتعطينا مجموعة من الفوائد والقيمة الاعتبارية ديالها، فلازم ما نوقفوا وقفة تضامنية للوقف ديال هاد النزيف هذا اللي كتعرفوا الشجرة. فعيب شنو غادي نخليو للأجيال القادمة إلا مشينا في هاد السياسة ديال زرع النخيل والابتعاد عن الشجرة رغم القيمة العالية ديالها واللي هي معروفة من حيث الظل، من حيث امتصاص الغازات، من حيث زويدنا بالأكسجين، مجموعة من الأشياء اللي النخيل ما كيعطي حتى شي فائدة فيها. نجيو نشوفوا مثلا الكورنيش ديال الرباط اللي كيعرف واحد الظاهرة من حين لآخر وهي استنزاف التربة. فكل مرة كنشوفوا الأماكن اللي مزروعة فيها النخيل كيوقع فيها انهيار ديال التربة وإلى آخره. فالهدف ديالنا هو توسيعة هاد الحملة باش يحسوا بها جميع المواطنين. باقي حاليا ما كاين شي واحد الاهتمام واسع بهاد الأهمية ديال الشجرة، وحنا جد متأخرين بالنسبة لأمم أخرى. الحركة ديالنا هذه تقريبا 3 سنين أعطينا الانطلاقة للترافع من أجل الشجرة. راسلنا جميع الهيئات، كنتكلموا على المؤسسات الوطنية بالوزارات المعنية، ثم كذلك راسلنا عبر ممثلين الحركة بتقريبا جميع المدن المتوسطة والكبيرة والصغيرة بالمغرب، مشاو وضعوا المراسلة ديالنا اللي فيها المطالب وحتى البدائل، لأنه احنا في الحركة عندنا فلسفة فاش يكون عندنا واحد الخلل بيئي كنعطيو البدائل ديالو. دونك 3 سنين راسلنا جميع رؤساء الجماعات الترابية وكذلك المقاطعات بمدينة الدار البيضاء، ولكن لحد اليوم مازال ما شفناش واحد التفاعل. كنتكلموا على تدخل فعلي، يعني بغينا وقف رسمي للغرس العشوائي للنخلة الرومية الواشنطونية بالمدن ديالنا بجنبات الشوارع. ما كنتكلموش على الحدائق، كنتكلموا على الأرصفة باش المغربي الساكنة المغربية بجميع المدن شوفوا الرباط باش كنحسوا فاش كندخلوا. علاش هادشي ما كاينش في المدن الأخرى؟ الرباط مدينة خضراء، مراكش حتى هي تقريبا غادي وكتولي شويه مدينه خضراء، رغم انه تكال من النخيل ديالها تقريبا ثلثين اللي مشى من تراث النخيل ديالها، ودخلوا لها كذلك النخله الروميه وهذه كذلك جريمه ترابيه. فبالتالي بغينا عداله ترابيه مجاليه مناخيه بجميع التراب الوطني عبر تشجير، يعني مؤسسه الشجره بجميع ارصفه الشوارع عبر مخططات منظريه خضراء حسب الخصوصية البيومناخية لكل المدن ولكل القرى. دونك الوقف الفوري لغرس النخل بغينا إعلان ومذكرة رسمية من وزارة الداخلية. كاع النخل اللي تغرس هاد 5 سنين الأخرى يتقلع وتغرس بلاصة ديالو الشجر، لأنه هذيك النخلة ما حدها كتوال. شوفوا معايا هاد النخلة أشنو كتعطيني دابا؟ ما غتعطيني والو، بينما الشجرة ما حدها كتعظم وهي كتعطيني في الفوائد ديالها. وهنا فين كاين الفرق الشاسع ما بين الشجرة والنخلة. لذلك النخل الحديث العهد خصو يتقلع ويتغرس الشجر. ثم كاين كذلك بالنسبة للأشجار المعمرة واللي تقريبا كتفوت 10 سنين، خصنا ندبروا نديروا واحد كاي دي شارج ديال الصيانة ديال الأشجار. صيانة الأشجار يعني التقليم، كيفية التقليم ومنع اشتتات واقتلاع الأشجار المعمرة، حتى نستشروا مع المجتمع المدني المتخصص، لأن القيمة ديال الشجرة ولا الشجرة المعمرة اش غنقول لكم، القيمة ديالها عالية جدا. إلا خدينا مثلا الدار البيضاء، عندي واحد الإحصائيات ديال 2017، عندنا عدد النخل أكثر من عدد الأشجار. وإلا بغينا نتكلموا على العدد ديال الأشجار اللي خص لكل ساكن بدون أخذ الاعتبار التلوث، ما نتكلموش على التلوث والكمية ديال ثاني أكسيد الكربون اللي كاين حاليا في الهواء، خص شجرتين لكل ساكن، بينما في الدار البيضاء عندنا تقريبا 20 ساكن للشجرة.
شفتوا الفرق كيفاش داير.